قبل الفاصل. ما تبون تسترون؟ أبي أبيع لكم ألعاب حلوة. اشتري حق البنات شيء من هذيل؟ أرخص من السوق. تقعد. ابصم الالتزام طال عمرك. تابعونا. بصم يا المديون. تابعونا. بصم خلص. تابعونا. تفضلوا شباب. تابعونا. الاثنين جالسين وراي فعلتهم عاله الحين تعدد الشكل يا ثقي. الضيف الحكم يجتمع بالمتسابقين. مهندس بشار السالم، مدير شركه كيان. احنا اسسنا الشركه 2006 للقيام باعمال التصاميم المعماريه والخاصة بالمنازل والشاليهات والمحلات التجارية. خلال السنوات الأخيرة اللي 9 سنوات تقريبا حاليا قدرنا نحط بصمة في السوق الكويتي بطابع معماري مميز، واللي مر على الشركة أو المر على المشروع راح يعرف أنه كيان مسوي المشروع. عوامل النجاح أعتقد ضرورة العمل، الجهد وتكوين فريق العمل نفسه. أعتقد إحنا فريق العمل دائما يكون معتمد على الشباب وطاقات الشباب في المشروع نفسه. الاستمرار يبي له مجهود، لازم تحط ببالك مثل ما تحط ببالك نجاح تحط ببالك في فشل. أعتقد أن الشخص لازم يمر في سايكل نجاح وفشل نجاح فشل عشان يوصل لمرحلة إنه يقول أنا استمريت وأنا ناجح. بداية المشاريع دائما تكون فكرة حلوة بس واقعيتها غير قابلة للتطبيق. أعتقد الشباب اليوم ينقصهم دراسة أي مشروع، لازم دراسة. مو النجاح إنه تفتح أول سنة، النجاح إنه تستمر بعد 5 سنوات، وهذا تيجي من خبرة. فسوق العمل يحتاج خبرة ويحتاج إن الشباب شوية يأخذون خبرة من غيرهم عشان يكملون البزنس إلى النجاح. مساكم الله بالخير. مساك الله بالورد يا هلا. ليه عندكم الطاقة مالت أمس بعد المسابقة؟ شفنا والله. المسابقة 10 دقائق، الدنيا أطول ترى. يا هال تبعونا. أبي شغلة صغيرة تقولوا لي كل واحد شلون استفدت أو شنو كان بداية المسابقة؟ شنو أول شيء؟ وايد ماخذها بسهالة، وايد ماخذ إن الأمور إيزي، إن أي واحد ماخذها وايد إيزي. وايد إيزي. أنا ماخذ من كلمتين عشان ما نطولها، إيزي وسهالة. سهالة. ماخذها سهالات العملية. هذه كانت بدايتها. بداية، بعدين شفتها صعبة؟ لا، شفت الموضوع، تعال فكر. تجربتك. يعني مر بتجربه يعني استفيد منها وايد وقاعد اتعلم منها وايد، يعني هذه راح تفيدنا باكر في حياتنا لما نبلش بالمشاريع الصحيحه. بس ما اخذها سهاله ولا لا؟ للامانه انا ما اخذها تحدي بيني وبين نفسي. فانت ما اخذها تحدي؟ انت ما اخذها سهاله ولا يلا ما اخذتها جد يعني؟ بس انت عندك فرصه ان ما تكون جد لان هذه مسابقه وتجربه. اي اكيد، بس اقصد انها هم فني شويه، بس ان لما يصير خلاص تاسك لا جد الحين تبي تركزين بالتاسك كذي يعني. شنو الهدف كان من هالموضوع هذا؟ هم بعد ابي شغله يعني، كان تبي الربح ولا تبي الانتشار ولا تبي النجاح؟ انا كان تفكيري انتشار اعلاميا اكثر يعني. كنت مفكر ان ممكن اعلاميا اوكي لا اطلع فلوس باكر، بس نعم. كل ما انتشر اسمي اكثر بالسوق او الناس عرفتني اكثر، باكر هذا كله هو اللي راح يجيب لي المدخول المادي. ما يصير انا اطلع اعلاميتي مو قويه. اليوم نعتمد وايد على الاعلام، احنا بالذات في الكويت اعتمادنا الاول والرئيسي لاي منتج يبي ينباع لازم يكون اعلاميا قوي، لازم يكون له صيت اعلامي بين الناس علشان يقدر ينتشر بالكويت. فتبي انت براند الحين؟ فابي كاسم، اسم اطلع كاسم بعدين اقدر اخذ الفلوس من الاسم هذا اللي انا كونته. هذا الهدف مالك. هي تعتمد ان تكون عندك اسم بالماركت، ما تكون انت انتشار. الانتشار يمكن ما يفيدني انا اذا على حسب السلعه، ابيع شيء صغير غير لما ابيع انا شيء اكبر او قيمه اكبر. انا الهدف الرئيسي كان يعني هو كذا شغله، ان اسوق للمنتج اللي عندي اصلا زين، واعرف الناس شنو هو المنتج هذا وشنو هو فكره مشروعي، بالاضافه الى التارجت الكبير اللي هو التمويل. ممتاز. فانت تبي البراند نيم وهو يبي الانتشار يعني. وليلى؟ هو انا مو برودكت سيرفز. نعم. فاللي كان في بالي بس ان لا يعني ابي هذه الفكره تصير من قلب. وكل واحد عنده رسالة، لاحظوا إن 3 مشاريع مختلفة
ومتشابهة بالمسابقة بس طلع فيها ثلاث نتائج أو ثلاث اتجاهات، ترى كلها ناجحة أو كلها تؤدي إلى النجاح طرقية، بس نسبتها تختلف. يمكن أنت هدفك غير وهدف وائل غير وهدف جراح غير. أنا أعطيك إياها من الآخر على مشاريعكم كلها اللي راح نشوفها: ابتكار ثم انتشار ثم براند نيم. هذا التسلسل اللي يصير حق خطة العمل. إذا تبي أي مشروع يطلع، أعتقد أول شيء تبتكر تكون غير، بعدين تنتشر، ومن بعدها يصير عندك البراند. إن شاء الله خير، موفقين إن شاء الله. موفقين إن شاء الله. التفاعل على تويتر كان واضح بالنسبة للحلقة اللي طافت، والآراء متفاوتة بين المتابعين. ولازلنا ندعم مشاريعكم. تقدرون تراسلونا على إيميل البرنامج. قول اللي بخاطرك على هاشتاج برنامج تم. التالي في تم. ما طعنا على نتكلم في برنامج تم والشباب كلهم موجودين. صريح. في الثلاثة ليلى والأستاذ جراح والأستاذ وائل البصيري. أنا أقول بطل بلا أستاذ جراح بلا وائل البصيري. أنا مخايف. بس أنا بوصل خلز الحكام. أنت فاهم غلط يا حلو. كانت براسي أمس في وقت الاختبار. أنا دائما أشوف فائز ثقة عنده توب، بس اليوم ثقة معدومة عنده. لا. هذه فواتير المتسابقين. متوترين جماعة، توترنا يا شيخ. صارت. اركد يا صبي. الضيف الحكم. هلا والله بخير يا هلا. هلا هلا. احنا سعداء بوجودك معانا. الله يسلمك. واكيد حتضيف لنا راي وملاحظات مع المشتركين في البرنامج. تشرف ان شاء الله بطارق. ان شاء الله نضيف لكم بعض الاراء ان شاء الله. حياك. عواطف العيسى غابت لاشرافها على الاختبارات. مباركم جاهزين ان شاء الله. بس التقرير اللي قريناه حول موضوع مهمتكم وخبرتكم في الامتحان الاخير، خلينا نسميه امتحان، ما شفت منكم واحد برز بروز واضح في قضايا مهمة جدا وهو التسويق. شلون تروج تسوق لبضاعة سهلة، لكن أكيد ما عندكم الخبرة الكافية، ولكن في نفس الوقت هني لابد أن نعرف إيش كثر عندك إمكانية التفكير في الإبداع. أنا خايفة من الجاي. لا، بس الخوف شيء زين وإيجابي، لأن الخوف هو اللي يخليني شجاعة. بدون الخوف أنا ما راح أسوي شيء، وراح أقعد وما راح أفكر. تفضل يا ستي ليلى. بالنسبة لي أول شيء طبعاً لفينا بالمكان، شفت التارجت، حطيت ببالي الفئة المستهدفة أطفال، فأنا حطيت ببالي لازم ما أخسر، يعني أقل شيء إن أجيب نفس السعر، حتى لو ما أني أربح، بس أحاول قدر الإمكان إن أنا ما أخسر. فاتورة معاك؟ إيه معاي. أعطيني إياه لو سمحتي. قياس الربح والخسارة. مشكورة. تفضلي. شح الفاتورة فيها فلوس بعد؟ رادة فلوس عليها. قاعد أفكر يمكن أنا خسرانة. زين، لأن ما أدري شنو الكونسبت اللي لجنة الحكم راح تحكم. لا تستعيلين. أنا أعتقد أبي أعرف أنت استهدفتي الأطفال والألعاب بطريقة التسويق، بس شنو خطتك اللي سويتيها اللي او حطيتها ببالك للاستهداف؟ يعني ليش اخترتي الالعاب هذه؟
ليش ما رحتي حق شيء اكبر اصغر؟ خذيت فروزن لان ادري ان العيال يحبونه خصوصا البنات. عندك خبره بفروزن وغير فروزن؟ اي انا احب البابايات فعندي الاطفال يعني سهل يعني عندها خبره بالسوق قبل فالاطفال. كنت شلون انا يعني ما اقول لها بس اخذي وخلاص، اقول لها انت اميره انت كذي انت تحبين فروزن تبي تصيرين فروزن، ايش رايك بهاللعبه؟ البرنامج واقعي لكن طبيعي، ما في شيء بالواقع انه يكون 10 دقائق والبضاعه اللي تكون هذه طبيعي، هذه وهميه، لكن هي بس دليل على المشاركين او خلينا نقول نيتهم بالمستقبل. ليلى دائما يغلب عليها الحماس لكن ما تخلو من الذكاء في اختيار وسيلتها للوصول الى الهدف المطلوب. انا شنو تعلمت ان من الاستاذ علي الفلس عديل الروح. أيوة. استخدمتي الوسائل اللي عندك، بس اللي عجبني فيك انك عرفتي شلون تصلين حق الشريحه اللي انت تبينها، بس ترى الربح المادي ما كان هو الاساس. بالوقت الاختبار انا كنت متاكده ان خلاص انا اللي فايزه، بس بعدين يعني لا فكرت مره ثانيه قلت يمكن هم يبون شغلات ثانيه انا ما سويتها، ما ادري شلون هم يفكرون. انا شخصيا اعتبر لا هذا شيء مهم جدا في قضيه التسويق، التحصيل النهائي هو نتيجة. صح، بس شلون تسوق مادتها حق شريحة معينة؟ She was good in this. أكو نقطة يمكن الإخوان يتفقون معاي، إن اللي بيسوق شيء لازم يكون الهندامة والشكلة يعني بشكل صح جميل ومرضي. أنا شفت البعض يروح مبهذل روحه ترى ولا عادي، لا صح أن تكشخ وتلبس حتى الكرافتة إذا أنت تلبس بنطلون، أي وأنت كنت كيوت ظريفة يقولون يعني لابسة زين. بارك الله فيك، المبهدل والله هذا قص عليك، قالوا لي تركب بشرك أنا ألبس تريننج وش أسوي. يلا يا جراح فاتورتك. يلا سترك. أحسنت، تفضل. طبعا اختبار أمس كان من أصعب الاختبارات اللي مرينا فيها كشكل كلي. زين في يعني طول البرنامج اخترت باباي مينيونز من اكثر البابايات اللي في الموسم الحالي، زين قوه في السينما ايراداته قويه، فشلون اقدر اخلي لها اكثرهم متابعين؟ يعني اغلب الناس عندنا بالكويت وايد متابعين بابا هذا الباباي وحابين هذا الباباي. جرح امس ما سوى عدل، مع انه هو عنده الابتكار وعنده وايد شغلات عوامل فيه هو كشخصيه انه يقدر يستغلها وما استغلها. يمكن ما اديت بالاختبار بشكل كلي لكن كان عندي كريت معين، ممكن أنا أبيع قطعة واحدة أفضل من أنا ما أبيع ولا شيء. النتيجة؟ نتيجة ربح 20 فلس. ها؟ يا ولد بطارق يعني هالضرب سلبي. لا هذا ابتكار جديد، اسم الربح السلبي 20 فلس. سوى فيها بس جراح شوف، أنت صحيح من ناحية المادة ماكو، لكن أنت الجروب اللي وياك والمجموعة اللي وياك تقدرك وتحبك لأنك أنت قلبك عليهم كلهم. أنا أحبهم كلهم مو بس صحيح مو صج ولا لا. تفضل أخوي جراح. أعتقد أنت اللوكيشن مالك كان قوي صح، اعتمدت وايد دلعه وايد ترها على اللوكيشن، أعتقد أنت كان لو معطينك أردى مكان ممكن اشتغلت أكثر. صح، انت لازم تكون في عمل تسويق، شو اللي سويته غير المكان؟ ما سمعت منك. لا طلعت انا افتريت بين الناس. شو الابتكار؟ شو اللي حسيت ان انت ابتكرت بس ما نجح؟ حاولت ان اقلد شخصيات الباباء يعني لا مو بلبس تريننج بس كطريقتهم لما يسولفون. الباباء بعد مره واحده ما يصير، ما قالوا لنا. على فكره انت ما شفته وهو يقلد؟ ما شفته، اتمنى. لا مبدع. تفضل قلد. مساء الخير يا حبيب قلبنا، النهارده احنا هنتكلم في برنامج دم والشباب كلهم موجودين. النهارده الاختبار هيكون فيه الثلاثه ليلى والاستاذ جراح والاستاذ وائل البصيري. انا اقول بطل بلا استاذ جراح بلا وائل البصيري بلا ليلى، اليوم ما حد راح يفوز غيرك انت. ايوه يا عم، والان الاختبار حنرجع للاستاذ محمد السنوسي ونسمع له تحيه. وايد كان يضحك. الله ما شاء الله عليه التقليدي ما شاء الله. في شيء تقوله له اخيرا؟ انا اعتقد مع الموهبه هذه تفضل كان ممكن تسوي مسرح انت على الموقع اللي عندك ب 20 فلس. ابتكارك ما كان في محله انك تلف شوي بعد عشان كنت تعبان. لا تعذر، لا تحط اعذار. يعني هو كشخصيه هو وايد جذبني من اول برنامج الى يعني الى الحين، وايد يجذب كشخصيه ككاركتر، يونس يضحك غريبه فيها موديل يعني يعطيك يخليك تطالع فوكس. يعني انت احنا جايين مجمع، جايين نلعب اليهال العاب مو جايين نشتري، فلما تحط اشياء غاليه
احنا ما راح نشتريها. تفضل. وائل البصيري. اكو فلوس ولا نفس جراح؟ وائل انت ناشي انك انت قاعد تتنافس. احنا نعطي خبراء في الموضوع. خليه البنك ان شاء الله يحسب لنا رسيد كامل. انت خسرت. تفضل رجع. انا الموضوع الاختبار كان الفكره انا شلون اوصله اني شلون اسوق البرودكتس. انا ابي النتيجه. اي احنا الحين قاعد نميز بين ثلاث افراد، واحد ربحت ربح زين، واحد لك عليه، وانت خسرت ماينس ماديا. بس ما خسرت بانتشار. لا اخوي لما تيجي لا 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 شنو اللي ماديا ومعنويا؟ انا الحين لما بطالبك فلوس بتعطيني شيء معنوي؟ أنا بفلوس نقدي كاش. على حسب الاختبار اللي قدمناه أمس. أيوة عشت حالتين، يا أني أنا إيه أنجح أو خلاص أطب. طبيت. أنت خسرت. أحسنت. زين، وفي التجارة ماكو شيء اسمه ما يخالف أخسر وأربح معنويا. لا هذا ما هذا في نهاية الأمر تصك شغلتك النوتاي. أطلع بسعر التكلفة ما أطلع خسران. يعني أنا لو أطبق خسر المشروع هذا على مشروعي وائل. أنا أنت تاريخ وائل أنت خسرت. النتيجة أنت خسران كاري. أنت خسران. وهيقني شو أقول للحين؟ خلاص الريال مقتنع أن أنا خسران. أنت ممكن يكون خصم تخصم من السعر لا عد، لكن في حدود. وائل أنت ما حطيت خطة للأسف. أنا أعتقد ما حطيت خطة، حطيت خطة بنتجر وبس. سيل أول شيء فكر فيه ما يخالف. إيه؟ أنت عندك 10 دقائق وعندك 10 items يعني. كان ممكن تقول أنا خاصم على 50% اللي 5 قطع والباقي بسعرها. أنت جريت رجل وبعت الكمية ودشيت. بس أنا اللي أنت ما سويت شيء، أنت حرقتهم كلهم، حرق نفسك وياهم. اضرب. هو معروف إنه حرق أسعار. لكن كوني أنا في نفس المجال إن أحرق الأسعار عشان أجرب أجيب رجل على شغلي، ما أقدر أسويها اليوم. بالبداية ممكن أسويها. أنا أشوف هذا شيء ذكي منك، إن أنت قاعد تفكر بالمستقبل مو بس حالياً. أنت الحين تبي تبيع وتبي ربح، فأنا أيد خطتها كانت واضحة وصح. عجيب. زين نصوت الآن. إذن أولاً على 3000. أعتقد الابتكارات هي تحدد. يمكن بداية ليلى ابتكرت خطة عمل وراحت سوقت وبذلت مجهود لجلب زبائن، وحتى لو سوقت بعض البضايع. ليلى؟ ليلى. أنا صدق يمكن ما عندي خبرات وايد على أرض الواقع، بس أنا أقرأ وايد وأشوف وايد برامج بزنس، فأدري إن الابتكار هو أول شيء. أستاذ علي، أنا مع الضيف. صوتين ليلى. رأيي الصحيح هي ليلى. نعم. خلنا نكون واقعيين بالأخير. إذا بتسوي أنت بزنس تبي أنت بالأخير نجاح، وتبي مبلغ أو تبي فلوس. يمكن هذا اللي حدد اليوم شوية بين الأول والثاني. أنا أشوف وائل كان لا عنده نظرة يعني مستقبلية أكثر من اللي معاه، بس ليلى كربح مادي وكأوراق ليلى. إذا تختارين ليلى. ليلى. النتيجة واضحة. ليلى. ليلى. تم. أحسنت. قلت لك استاهل. يعني كل مكان دور، فأنا دوري بالاختبار غير عن دوري الحين. خلاص بالاختبار أركز الحين. أنا فايز أركز بشنو أصلاً؟ بس الفوز. برافو عليك. الحمد لله. يعني تعيش إن هي الخسرانة وقاعد تقول يمكن أخسر وما يشك. معقولة؟ لا هي قدمت صح وقت التحكيم. أوف ولا هذا ماخذ 1500. أوف شوي نبي شوي نسايرت. مبروك. الله يبارك. وتستاهلين، لأن فعلاً يعني حتى التقارير اللي أمامنا كلها ترشحك والجميع رشحوش، هذا شيء من الإنصاف وجميل. ليلى تفوقت في البيع، كان عندها مكسب يعني زين. وائل تفوق بالتسويق. الآن اللي ما تم، اللي بيتوكل على الله صح، اللي بيطلع ويودعنا. التوتر واضح. جراح. اتفق معك. اليوم متفقين. ما يلقى يقلد. لا والله توني شايفه. كنت متوقع هالشيء زين، لان يمكن ما اديت امس في الاختبار بشكل زين. حضرتك واضح انا جراح. راحت عليك. جراح مشكور ومع السلامه. اهلين. سعدنا جدا بوجودك. والله بنفقدك بنفقدك. بارك الله فيك. كلكم يعطيكم العافيه. وجد جد استمتعت معاكم في البرنامج، ويشهد الله ان ماكو حلقه طافت علي
إلا أنا بحبي لكم قاعد يزيد، وشكرا لكم، يعطيكم العافية، وشكرا حق الكل. حياك يلا ليوفقك إن شاء الله. إيه على رأسي، برافو عليك. جراح صاحب النظرة الخارقة، صاحب الابتسامة تابعونا، صاحب النظارة الطبية، صاحب الحنان، صاحب الخدود الطرية، صاحب الفمالة، صاحب اللي ما خلى أحد ما لمه. البارحة وعدت طبعاً إذا خسرت راح أصفق، راح ألم ماء البصيري زين، راح أصفق حق أختي ليلى، راح أقولها مبروك وقد لك، كل توفيق لك. وبالتوفيق لك يا جراح، تستاهل كل خير. موفق. يلا يعطيكم العافية. مع السلامة. شكرا. مشكورين. جراح مسوي نفسه عادي عنده. مو تمثيل يعني، ما له داعي يمثل مشاعر، المشاعر بالعكس شيء حلو. يعني لما يكون في إنسان عنده مشاعر ويحسها من اتجاه الناس الثاني، بالعكس تطلع وايد أحلى لما تكون طبيعي. كفو. جراح بيودعنا اليوم. باي باي جراح. هو بسم الجروب. حياتي والله. هو اكثر شخص هايبر فينا اكتب بالجروب. يا الله. باي 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 سرايا. يلا جراح توكل على الله. مشايا. تفضل يا ابو. جراح حبيبي. هذا بيمشي ولا شلون الحين؟ انا امس اعتقد اني قلت وائل صح؟ ما ادري بس على العموم الله يوفقه اكيد راح نفتقده وايد، لانه هو كان شخص الشيطان العيار اللي موجود بيننا يعني. اجماع المخرج شير كرسي انتاج. تيم وورك حبيبي. ابي انط بعدين تاخذون صوره شيء بالمونتاج، تعرف بالمونتاج. يلا يلا 3 2 1 اكشن. جراح مشكورين وايد و أحبكم. بس كات. ولي دراما. اطلع برا. جراح الدوب آخر من تم إقصاءه من المجموعة الثالثة. في الحلقة القادمة من تم. قسمكم لمجموعتين. بعدها راح تعرفون شنو لكم شنو اللي عليكم. ماشي؟ من تبي وياك واحد؟